السلام عليكم غزاله ديالي، كاملين لاباس عليكم؟ احوال طيبه، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير تمام الصحه كما كنقول لكم دائما. اليوم عندنا واحد السفيره مع العائله ان شاء الله، كما قلت لي خصكم نبقى نشارك معكم فلوقات، نوريكم فين كنمشيو وشنو كنعملوا في العطله الصيفيه ان شاء الله يا ربي في المغرب. كرينا واحد الديور هيدا عائله مع بعضياتنا، نمشيو للجهه ديال تطوان مارتيل وديكشي، قلت علاش لا نشارك معكم تشوفوا بعينكم ديك الاجواء ديال ديك البلايص الديور ديكشي كامل. ان شاء الله تبقوا معايا ونبداو على بركه الله هذا الفلوق. ما شافنيش البوليس. شافك شي؟ عاد خصو يشوفك. هنا وصلنا، المهم جا السمسار ورانا الدار، قلنا حنايا جبرنا جوج ديور لان باش نتفارقوا هكا العائله تيكونوا مرتاحين. نوريكم دغيا الدار. المهم هنايا الحمام جا على هذا الشكل، هذا هنايا المواد التنظيف باش الا بغيتي تجي فاف تنقي هكا، الماكينه الصابون. المهم الديور ديال الصيف نتوما كتعرفوهم كيفاش كيكونوا. هنايا الكامه الماريو عاوتاني كيخليوها لك محلول، كيحطوا لك هنايا بغيتي الفراشات زايدين وديكشي، وكاينه هنايا زعما هكا لا تيغاس لا بغيتي تخرج تطلل ولا في الليل هكا تجلسوا، كاين الكراسه كاين كلشي كطلل على هنايا لا بيسين وداكشي. مي كتخرج من البيت هنايا كما كتشوفوا كاينه الطابله بالكراسه ديالها، هنايا الكوزينه جات هكا مودرن زعما على بيت الكلاس وعلى لا تيغاس. كاينه هنايا بيت واحد اخر دايرينه بيت الكلاس بيت النعاس. المهم هنايا باش لاسباس هكا الا كانوا الناس بزاف، كاينه جوج ديال الكامات وهاد هاد الفوتوي هكا بحال الكامه. هنايا كاينين الصبانات، هنايا هادي، المهم الثلاجه كاينه هنايا باش طيب وديكشي. البوطه كما كتشوفوا باقا نقيه، كيحطوا لك البراد سخان القشيعات، عندك هنايا باش طلع القهوه، وهنايا كيكونوا القشيعات عاوتاني الكوكوط وكلشي. المهم كيكون عندك كلشي طاجين طواجن وكلشي. المهم هذه هي الدار. هنا عاوتاني كما كتشوفوا بيت الكلاس، تليفيزه هكا صغيره شكون نتاها فيها نتوما كتعرفوا دابا الصيف. هنايا فين تنشر الحويجات وكلشي، تيغاس عاوتاني كبيره، ونفس لا تيغاس كتبقى كطلل هنا على على على, على هكا على لابيسين. الوليدات كيلعبوا كيعوموا في هاد الساعه باقيين شادينها لان اليوم الجمعه العشيه ما كيفتحوهاش. المهم يعني كاينه لاسانسور وكلشي، هادي راه رقم 18 في هاد العماره. هنا نهود غير على رجلي باش نوريكم الاخرى، هادي الدار الاخرى. المهم هنا كتدخل كيف ما كتدخل كتجبر هاد الطابله بالكراسه هنايا، كتجبر هنايا هاد هاد لونطري هادي مع هكا بالمرايا، كتجبر بيت الكلاس عاوتاني كما كتشوفوا هما كيديروا هكا طوارين باش اللي بغى يتجبد، كتاخذ لاسباس هكا بالنسبه للناس، وجوج الكريسيات هنايا. باسيو منين كتدخل كتجبر بيت النعاس هنايا هكا بالكامه حتى هو، والمريو المريو حتى هو فيه المناطي فيه كلشي. كتجبر هنايا هاد لا تيغاس هادي كطلل على الزنقه، هادي ما كطلش على لا بيسين. المهم هي جات دار تحت دار، ولكن كل وحده على ايش كطلل. هنايا بالنسبه للحمام جا هكا حتى هو زعما عنده هكا بلاصه يشعل الضو، ما عرفتش فين هو الضو ديالو، باقا ما عرفتش فين هو الضو ديالو. المهم كيجي بحال هيدا، عنده هنا الدوش ديالو كلشي، وهنا بيت واحد اخر فيه جوج ديال الكامات. بالنسبه لهذا البيت هذا حتى هو جوج ديال الكامات، وعندو الماريو ديالو فيه المناطي فيه كلشي، وهنايا كيطلل على هاد على هاد الكاردن هيدا. الكوزينه ديال هادي جات هيدا، جات عند هنايا تليليجا، جات كويزينه صراحه احسن من الاخرى، عجبتني انا احسن من الاخرى. هنايا بلاتي نشوفو شنو كاين، انا راه باقا ما شايفاش نهائيا شنو كاين هنايا، راه غير البوطه هنايا القشوع. المهم هنايا المجوره كتجبر هادو عاوتاني، حنا جايبين ديالنا بصراحه ما كنبغيوش نستعملو ديال الناس. والثلاجه، الثلاجه هذا الفريزر، وهنايا الثلاجه وصافي. عرفتوا الدنيا كطيح بمنادم، الدنيا عمره عمره عمره. المهم حيت الجو في الديور كيكون سخون، وهنايا كيكون البروده هكا فاسيود البحر وداكشي، والناس كلشي كيخرج عرفتوا هذه 12 الليل
والدنيا باقا بحال تقول 12 نهار. سبحان الله، شوفوا على منظر كي حمق عاملين هنايا. شوفوا هذه البلاصه كامله كتمشي على رجلك كتهوت، وهنايا هذه هنايا منظر كي حمق كي حمق. هنا الصباح فيقنا العيال قبل ما يفطروا، هاودوا نيشان لابيسين يعوموا. المهم الصراحه كاينه الشميشه، الجو سخون، ما هو غير ديال العومان على ما حنا كنوجدوا الفطور، العيال كيعوموا هكا. المهم هادشي اللي كاين فهاد الساعه. هو هاد الهكا سلام. كنكونوا مجموعين وداكشي من احسن كتجي ويا الجمعه اللي كيعجبهم الناس يسمعوا الصوت. لا لا ثانيا البلوغه صحه هذا كيجيو كيهضروا عيف.
هنا دائما كيكون هذيك البلاصه كتكون باش كيلعبوا فيها هكا كتدخل وتلعب لداخل وتسلطه وديك الشيء، وكيكونوا هنايا الجيتسكي، كيكونوا البيدالو وديك الشيء كاملين اللي هكا الانسان كيكريهم ويدخل بهم البحر. وهذه حق البحر مليو ما هيدا صافي ما كايناش ديك الشيء هذا. واخا هكاك البحر عامر بالناس، يعني كاين الناس هكا كيتبردوا ديك الشيء لان الديور كيكونوا سخونين. لا بابا شربنا قهيوه كلينا شي حاجه وموراها تسارينا شويه جانا الجوع. الوليدات انتما كتعرفوا دغيا كيجيهم الجوع، كلينا تعشينا عاوتاني ورجعنا بحالنا للدار. المهم انا كنصور لكم دائما هكا الطريق، تشوفوا الاضواء، تشوفوا الاجواء، تشوفوا المغرب، تشوفوا هكا الدنيا كيفاش كتكون في الصيف. تبارك الله ما شاء الله كنتشهاو هذا المنظر هذا، وكنتشهاو بلادنا، وكنتشهاو الجو ديالها والهواء ديالها. صافي في الصباح نوضنا جمعنا حوايجنا فطرنا عاوتاني وشبرنا الطريق راجعين بحالنا العرايش طبيعه الحال، ما يمكنش ما ندوزوش لهذا الشيء الفخار. دوزنا تسارينا هكا شويه في جهه الفخار، جهه العين الحصن كيقولوا لهاد البلاصه، عنده هذا الشيء رائع كيحمق البنات. عرفتي ما سخيتش وضخت ما عرفت ما نشري. المهم شريت واحد القله هكا لماما، شريت واحد الخميسه لخالتي لعكوستي. المهم هكا ديتاي ديتاي الواحد، واخا هما كانوا معانا ولكن ضروري انا كان كيعجبني هكا نفرحهم. وانا باقي راسي ماشي حتى شي حاجه لان الضغط ما عرفتش شنو نشري. شوفوا التفصيل ديال الحوت البنات كيحمق. المهم هادشي عنده رائع واخا بعيد علينا، غنشبروا نهار اخر الطريق ونمشيو لعندو باش خاصه عند هاد السيد هذا عنده البيع الله يعمر السلعه، كيتفاهم في الاثمنه وعنده هادشي غزال وصحيح. اهم حاجه شحال هادي ما شفت الفخار صحيح بحال اللي عند هاد السيد هذا. كي دائما كنجبر هكا الفخار اللي كيكون شويه هي كتقيسو كيتهرس. هذيك هي القله اللي شريت لماما، ديك اللي في ديك اللوين هكا مزوقه غزاله البنات فنه.
المهم الله يعز بلادنا ويعز تقاليدنا ويعز المغرب ديالنا ويحفظه ربي من كل شر ومن العديان، ويخلي لنا ربي ملكنا، ويخلي لنا ربي الامن والامان اللي حنا عايشين فيه بطبيعة الحال في بلادنا. كنتشهاو نكونوا فيها، كنتشهاو نعيشوا فيها، كنشاقوا لها حنا في الغربه وبالنا معاها. الله يحفظ بلادنا والله ينصر سيدنا. وتلهنا نقول لكم احنا راجعين بحالنا الى فيديو قادم ان شاء الله. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون الاعجاب ديالكم، شجعوني بالتعليق ديالكم، شجعوني بلي لايك ديالكم، واللي باقي ما اشترك في القناه يشترك باش دائما يوصلوا الفيديوهات ديالي. باي باي عليكم، كنبغيكم، سلامه.